وللتعرف على المزيد حول تجمع بريكس ودوره يستعرضه لنا الزميل مصطفى ميزار في العرض التالي نتابع اهلا بحضراتكم خلال العقد الاخير اصبحت مجموعه بريكس تلعب دورا منافسا للمؤسسات الاقتصاديه الدوليه وشكلت قوه اقتصاديه متناميه ومحركه للنمو العالمي والتجاره والاستثمار ولذلك تحظى بمكانه مهمه في الاقتصاد العالمي مجموعة بريكس هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات تشكيلها في عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها في عام 2009 كان أعضاؤها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم بريك أولا ثم انضمت جنوب افريقيا الى المنظمه عام 2010 ليصبح اسمها بريكس، ويعد الهدف الواضح لتاسيس المجموعه هو الحاجه الى وجود صوت للاقتصادات الناشئه في المجتمع الدولي. تصل مساهمه مجموعه بريكس في الاقتصاد العالمي الى 31.5%. كما يصل حجم التجاره الخارجيه للمجموعه الى 15% من حجم التجاره الخارجيه العالميه وتجذب نصف الاستثمارات الاجنبيه في العالم اجمع في عام 2014 دخلت اتفاقية بنك التنمية الجديد حيز التنفيذ في قمة بريكس السادسة، وهو بنك متعدد الأطراف أنشأته المجموعة وذلك بهدف تعبئة الموارد لمشروعات البنية الأساسية وللتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. كما اقترحت توسيع البريكس لتصبح بريكس بلس، لتضم مصر والسعودية والإمارات وإيران وأثيوبيا بداية من عام 2024. تعمل المجموعة على تحقيق أربعة أهداف أولها خلق توازن دولي في العملية الاقتصادية وثانيها إنهاء سياسة القطب الأحادي وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية وثالثها إيجاد بديل فعال وحقيقي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي آخرها تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيسياسي بين الدول الخمسة كما تسعى دول بريكس إلى إطلاق نظام الدفع لمجموعة بريكس ليكون بديلاً لنظام سويفت الأمريكي ووضع أنظمة الدفع والإنتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية واعتماد نظام دفع متعدد الأطراف ومتعدد الجنسيات وهو ما من شأنه توفير قدر أكبر من الاستقلالية وخلق ضمانة أكيدة لبريكس. وتشكل دول بريكس ما قيمته 41% من سكان العالم كما يدعمها نقاط قوه اقتصاديه منها ان البرازيل من اكثر الدول المزوده للمواد الخام وروسيا تعد مصدر عالمي للطاقه والغاز والهند مصدر مهم لتكنولوجيا المعلومات اما الصين فلها موقع انتاجي متقدم ومتطور وجنوب افريقيا وهي منطقه تعدين مهمه عالميا تحظى بموقع استراتيجي باشرافها على المحيطين الهندي والاطلنطي تتمتع مجموعه البريكس بمزايا كثيره تؤهلها للقيام بدور فاعل في مستقبل تحولات الاقتصاد العالمي ولتقليل الهيمنه الامريكيه والغربيه عليه والتي استمرت لعقود طويله منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق